سو كاينه غلامور من الوجوه المعروفه في وسائل التواصل الاجتماعي اللي خلقه واحد الجا كبيره بالخصوص مع واحد الشخصيه اللي غامضه اللي هي حمزه مونبيبي. شكون هي هاد سكينه غلامور؟ سكينه غلامور هي صاحبه حمزه مونبيبي. اكثر منها اكثر من هاد الشيء ما بغيتوش تفهموه. شنو نوع العلاقه اللي بينك وبين حمزه مونبيبي؟ بعلاقه حب. علاقه حب. سكينه غلامور هي اللي خلقت المشكل الاول ما بين حمزه مونبيبي وسلطان. شكون هي سلطان؟ اللي بدون اسم بغيتي تقول. لا هذيك السيده غير متطفله على المجتمع المغربي. سي اون بو دير سا. ني بلوس ني موان. ممكن نعرفوا كيفاش سكينه غلامور استطاعت انها تخلق هاد الشهره وتخلق هاد اللمعان اللي قدرت انها تخلقه وسط وسائل التواصل الاجتماعي. اول فيديو تحت لي في السوشيال ميديا هو الفيديو اللي تحط عند حمزه مونبيبي، دايوغ كنقدم ليه التحيه. ومن بعد بحكم الخدمه ديالي اللي الناس بزاف ما كتعرفش انني انا دائما كنكون وراء الكواليس كما كنقولوا، يعني جو في تو سكي غولوكينغ فيستيمونتير. غولوكينغ فيستيمونتير ما كاينش عندنا بزاف في المغرب، جبتو من فرنسا، ساميتي 100% فلاموند، بلوس لا بوتيك ديالي، بلوس لا توش ديالي، بلوس لا باقة ديالي، بلوس الصراحة ديالي في السوشيال ميديا، بلوس أنني ما كنخبي والو، أي حاجة عجبني عجبني، ما عجبنيش ما عجبنيش. كيقولوا كي عندك متتبعين، عندك بزاف تاع الأشخاص اللي كينتقدوا، أنك تيقول لك استطعتي أنك تظهري للجمهور على ظهر ناس أخرين. هذوك الناس انا الحمد لله ظهرت بخدمتي وب بتواضع ديالي، وكما كيقولوا غلامور بنت الشعب. من الناس اللي ظهروا على ظهر ناس اخرين مثلا بحال متطفله ظهروا على ظهر دنيا باطمه مثلا، وبدون ذكر الاسماء بزاف الناس اللي ظهروا، هما اللي ظهروا على ظهرهم. هما انا ما باغيش الشهره. كون باغي الشهره كون شديت الميكرو من زمان. اشنو ممكن تقولي للجمهور اللي كيحبك؟ بغيت نقول لهم كنشكركم بزاف، كل نهارات كتزادوا، وكنتمنى انا نكون في المستوى ديالكم، وبغيت نطلب السماح لاي واحد ضريته بلساني واللي ما باش يسامح ليا هو راه عارفه شنو دار معايا. ساكنه الكلمه نتاع حي القصبه. الناس ديال القصبه كنشكرهم بزاف، وكنشكر الناس ديال مراكش بالخصوص، وانا بنت الشعب وبنت واحد الانسان غني على التعريف حتى هو، وغنبقى بنت الشعب. وقريبا قريبا كما دائما وكل سنه في رمضان غادي ندير لكم قفات رمضان، وكنعاون بها الناس ديال حومتي اللي ما نسيتش وما عمرني ما ننسى، وترجع ديما الحاجه دائما كترجع للاصل ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.